اسمعني يا بوتين، نحن مستعدون لتقديم الضمانات التي تريدها، فلتوقف حربك يا رجل. هكذا خاطب ماكرون بوتين، وحرب الحلفاء تندلع، وامريكا تقف ضد اوروبا، والروس في مدرجات المشاهدين يستمتعون بالمشهد، بينما ذكريات الحرب العالمية الاولى تعود للواجهة في اوكرانيا، والكريملين يفجر المفاجأة، بوتين سيذهب الى ارض المعركة الاوكرانية. واشنطن ترسل أسلحتها وجنودها بالقرب من روسيا، فكيف سيرد بوتين؟ وتحركات مريبة للروس رصدتها الأقمار الصناعية، والولايات المتحدة تعلن تحدي الصين بأسلحة أكثر فتكا، فما هو الرد الصيني؟ وأردوغان: لن نتراجع إطلاقا وبلادنا لن تركع. ما الذي يتحدث عنه هذا العثماني؟ وإيران تقطع إحدى أذرعتها لإرضاء المتظاهرين. هدوء روسيا المخيف. الهدوء الروسي لا يبشر بخير لدى الأوكران، والغرب يخشى هدوء روسيا الذي وبكل الأحوال يسبق العاصفة. هنا تقرير لمايكروسوفت يحذر من تنسيق موسكو لهجمات إلكترونية على البنى التحتية الحيوية لأوكرانيا، وأضاف التقرير أن هذه الحملة يمكن أن تكون نذيرا من روسيا بتوسيع نطاق الهجمات الإلكترونية خارج حدود أوكرانيا، مع التركيز على البلدان والشركات التي تزود أوكرانيا بسلاسل التوريد الحيوية للمساعدات والأسلحة هذا الشتاء، وذلك بحسب بوليتيكو، لتكشف صور الأقمار الصناعية عن نشاط وتحركات روسية قرب أوكرانيا. مطار عسكري روسي يبعد حوالي 500 ميل من الحدود الأوكرانية ينذر بهجوم كبير ويشكل منعطفا خطيرا بالحرب، وذلك حسب ديرش بيجل الألمانية. لتؤكد الاستخبارات البريطانية أن العاصفة الروسية قادمة، بقولها إن موسكو تتجه إلى حصار باخموت في دونيتسك وسط تحقيقها تقدما هناك، حيث تحولت مدينة باخموت بشرق أوكرانيا إلى مستنقع دم، مع ورود أنباء عن سقوط مئات القتلى والجرحى يوميا، في وقت لم تتمكن فيه القوات الروسية ولا الأوكرانية من تحقيق تقدم كبير بعد شهور من الاقتتال، وفقا لصحيفة الجارديان. وفي مشاهد شبيهة بالحرب العالمية الأولى، صور لجنود أوكرانيين في خنادق موحلة ومغمورة بالمياه، فيما تتناثر جذوع الأشجار التي قطعتها قذائف المدفعية على ساحات القتال بحسب الصحيفة البريطانية. ومن حرب الخنادق إلى تفاصيل المعارك، أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 10 مسيرات ومروحية أوكرانية، إضافة إلى مقتل 60 جنديا أوكرانيا في دونيتسك ولوغانسك، لتوقع روسيا وبيلاروسيا اتفاقا لضمان الأمن الإقليمي بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 97 بين الدولتين، والمرتبطة بتوفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري. هناك خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعا إلى منح روسيا ضمانات أمنية إذا عادت للتفاوض، مؤكدا استمرار دعمه لأوكرانيا عسكريا لكن بأسلحة لا تمكن كييف من ضرب الأراضي الروسية، بما يقحم فرنسا بالصراع. القلق يتوسع ويزداد ليصل إلى بولندا، حيث وصلت معدات عسكرية أمريكية إليها، والهدف تقوية الروابط السياسية والحربية بين الدول الحليفة. وبشأن التحالفات تأتي هنا الخيانات، هكذا يقولها الغرب. نعم، الرئيس التركي أردوغان يصدم أوروبا ويعلن عن بدء الإنشاءات التمهيدية لمشروع مركز استقبال وإعادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن ما يخيف واشنطن ويقلقها هو سعي موسكو المتزايد لشراء مزيد من الأسلحة دقيقة التوجيه. إلا أن مديرة المخابرات الأمريكية أفريل هانز توقعت تراجع وتيرة القتال في أوكرانيا خلال الأشهر القادمة، لأن الروس والأوكران يستعدون لمعركة ما بعد الشتاء بحسب قولها. ومن الحرب العسكرية إلى الحرب التجارية، قانون مكافحة
التضخم الأمريكي يثير خلافا مع أوروبا، ومسؤول ألماني ينتقد السياسة التجارية لواشنطن محذرا من حرب تجارية مع الولايات المتحدة ليعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. سنحدث ثالوثنا النووي برا وبحرا وجوا، وذلك ضمن الميزانية الجديدة التي تقدر ب34 مليار دولار. ليأتي هنا الرد الروسي، إذ كشف الكرملين عن عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا في الوقت المناسب التي تم ضمها نهاية سبتمبر الماضي. فما الذي يخبئه بوتين بهذه الزيارة؟ وبين هذا وذاك خطة مسربة من 4 أجزاء وقعها الرئيس الروسي بوتين تحدد كيف كان سيتمكن جيشه من سحق سيطرة أوكرانيا العسكرية وإخضاعها خلال 10 أيام. لكن من الواضح أن الأمور لم تسر كما كان مخططا بعد نحو 10 أشهر من بدء الحرب، وذلك وفق مجلة نيوزويك. الصين شوكة يصعب ابتلاعها. الحرب تشتعل ولكن من تحت الرماد، ليطلق عليها خبراء السياسة العسكرية لقب الحرب الباردة. أمريكا لا ترضى أبدا بالتقدم الصيني ولا ترضى بقبول مكانتها. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: الولايات المتحدة تبني قوة أكثر فتكا في المحيطين الهندي والهادئ كجزء من جهودها للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنويها. وأضاف أوستن: اسمحوا لي أن أكون واضحا، لن ندع ذلك يحدث. ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن خطاب أوستن يعد بمثابة طلقة تحذيرية جديدة للرئيس الصيني شي جين بينغ، حتى في وقت تتطلع واشنطن فيه إلى إقامة ما تسميه حواجز حماية ومنع التوتر مع الصين وعدم الخروج عن السيطرة. من جانب آخر، قالت مديرة المخابرات الأمريكية أفريل هانز إن واشنطن لم ترى ما يفيد بتقديم الصين المساعدات العسكرية لروسيا، إلا أن الصينيين يواصلون العمل مع روسيا على مجموعة متنوعة من الأشياء والسعي لدعم موسكو في المنتديات الدولية بحسب قولها. فهل تستطيع واشنطن منع أصحاب العيون الضيقة من هذه التحركات المزعجة؟ تركيا ومعركة تكسير العظام. عندما وجدت تركيا الأجواء مهيئة لتحقيق أهدافها وواشنطن قد فتحت الطريق أمامها وموسكو لم تعترض، قالت حكومة أنقرة بأعلى صوتها: كل مواقع التنظيمات الكردية في الشمال السوري أهداف مشروعة للقوات التركية، سواء كانت قرب الحدود مع تركيا أو بعيدة عنها. وأضافت الحكومة أن التنظيمات الكردية تستغل تحالفها مع واشنطن لشرعنة وجودها في شمالي سوريا، ليعلنها أردوغان بكل غرور: بلادنا لن تتراجع إطلاقا عن الشريط الأمني بعمق 30 كيلومترا على حدودنا الجنوبية. مضيفا أن بلاده لم تعد تركيا القديمة التي يتم تركيعها حسب تعبيره. كما قال أيضا: جاءوا من بعد آلاف الكيلومترات ودعموا المنظمات الإرهابية قرب حدودنا، في إشارة إلى القوات الأمريكية في شمال سوريا. هناك أعلنت أنقرة استهدافها سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بطائرة مسيرة وبداية الغيث قطرة، فكيف ستكون النهاية؟ الأحداث والتطورات. غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع للمقاومة في قطاع غزة. هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة من القطاع، وكتائب القسام تعلن استهداف دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال في سماء القطاع. أجرى رئيس الكيان الإسرائيلي أول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020 بحسب CNN. ألا تستحون يا هؤلاء؟ إيلون ماسك يسرب ملفات سرية لتويتر قد تحرج إدارة بايدن. المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الفتى مهسا أميني.
تقارير عن تلويح الحكومة البريطانية بالاستعانة بالجيش في مواجهة الإضرابات والبريطانيون في صدمة. بلدية نيويورك تبحث عن قاتل دموي براتب شهري يقدر ب 170 ألف دولار لقتل الجرذان بالمدينة. روسيا تستنسخ الطريقة الصينية بالهدوء ثم الهدوء حتى تنطلق العاصفة، حينها لن يبقى شيء أمام الإعصار الروسي، أو هكذا يقولها الروس. فهل تنجح خططهم؟